هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ وما موقف أهل السنة مما نعم وقع؟ نعم، من أهل السنة، مرجئة الفقهاء من أهل السنة، من أهل السنة، الحنفية من أهل السنة بلا شك، لكن هذا يعتبر نقص، يعتبر نقصاً عندهم. نعم. وما موقف أهل السنة مما وقع فيه أبو حنيفة والطحاوي وغيرهم من إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟ لأنهم يخطئون هذا ويبينون الصواب، يبينون الصواب، هذا خطأ ويحتاج إلى من يبينه أنه خطأ. نعم.